يحدد نحو المرسوم مهام وميدان اختصاص وصلاحيات المجلس الوطني للتحديد. في هذا الإطار فإن المجلس الوطني للتحديد هيئة مستقلة ذات طبيعة استشارية تتكون من كفاءات وطنية وأصحاب تجربة من وزراء سابقين خبراء وطنيين، وستعطى الفرصة الخبراء الموريتانيين المقيمين في الخارج للمساهمة في عمل المجلس. يبلغ عدد الأعضاء المجلس 23 عضوا، ويتبع بوزارة التعليم الأساسي وإصلاح الإقطاع التحزبي الوطني، ويعطي آراءه حول سياسات وبرامج الإصلاح ونوعية التعليم، ويقدم توصيات في هذا الاتجاه إلى الوزراء المعنيين. يشمل ميدان الاختصاص العضوي للمجلس قطاع التحضير الوطني بمفهومه الواسع القطاع العام والقطاع الخاص، جميع مراحل التعليم من الروضة إلى التعليم الجامعي، التعليم غير النظامي، التعليم الأصلي ومحاربة الأمية، البحث العلمي والابتكار في مجال التعليم.